الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في جنوب إفريقيا تلقي بظلال كثيفة على المشهد العام في البلاد، وتضرب مرة أخرى صورة البلد المستقر. في ضواحي جوهانسبورغ أكبر مدن البلاد، يخرج المئات في مسيرات حاشدة مطالبين بفرص الحصول على السكن الاجتماعي والخدمات الأساسية. لم تمر سوى لحظات قليلة على انطلاق هذه المسيرات حتى تحولت إلى مواجهات عنيفة مع قوات مكافحة الشغب. قوات الشرطة دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة وشرعت في استعمال الغازات المسيلة للدموع للرد على مطالب المحتجين، مطالب لا تخرج عن سياق التوفر على السكن اللائق بعد سنوات طويلة من الانتظار. لمدة 23 عاما ونحن صامتون وقمنا بتشييد بعض الأكواخ من أجل السكن، ومنذ تلك الفترة ونحن نطالب الحكومة بتوفير سكن، لكن هذا الحي لم يعرف تطورا يذكر منذ 23 عاما. رهان الخروج إلى الشارع في مسيرة حاشدة حسب سكان حي إلدورادو مرده الأساس إلى سياسة التماطل المنتهجة من طرف سلطات المدينة إزاء المطالب الاجتماعية الصرفة. فالجميع هنا يتحدث عن إقصاء ممنهج وصم للأذان من طرف سلطات جوهانسبورغ. لكن حتى إذا كنتم تعاملوننا مثل الحيوانات، فإن الكلاب إذا لم توفر لها الحاجيات الضرورية فإنها تنقلب على صاحبها. كما يعلم الجميع فالسلطات تواصل إعراضها عن مطالبنا. احتجاجات ضواحي جوهانسبورغ لا تعد سوى حلقة في مسلسل طويل من عدم الاستقرار الاجتماعي، ويؤكد مراقبون أن البلاد تمر بحالة من الإحباط جراء تفاقم معدلات البطالة والفقر. أرقام رسمية تفيد بأن أكثر من 26% من الساكن عاطلون عن العمل، فيما تفوق هذه النسبة 50% في بعض المناطق الفقيرة. كما تصنف تقارير دولية الفوارق الاجتماعية في هذا البلد ضمن الأكثر ارتفاعا في العالم. وإضافة إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية يلف المشهد السياسي الكثير من الغموض. حزب المؤتمر الوطني الحاكم يتخبط في انقسامات خطيرة بسبب الفضائح السياسية والمالية التي تورط فيها الرئيس جاكوب زوما، وتبدو أمل الجنوب الإفريقي معلقة على انتخاب قائد جديد للحزب الحاكم شهر دجنبر القادم لرسم مستقبل سياسي جديد للبلاد.